أنا حقيقة لن أضيف كثيرا على ما قاله الأخوان أخ عبد اللطيف العميل والأخ دكتور عبيد الوسم، لكن سأركز على جانب معين أنا كنت متابع منكم من سنوات طويلة. هذا الجانب ما يتعلق بتوجهات السلطة، وأنا أعتقد يمكن لما نتكلم عن الحكومة يعني مو لأنها ما تستحق أن نوجه لها كل اللوم، لكن لأن أصلا ما عندنا حكومة، وهذا باعتراف رئيس الحكومة. اللي يدير البلد هي الحكومة اللي الأول كنا نقول عنها حكومة خفية، هي الحكومة الفعلية، هي الحكومة اللي قال عنها رئيس الحكومة إنه والله يا جماعة سبب فشل خطة التنمية هي لأن أغلبية القيادات الإدارية تأتي بالواسطة مو بالكفاءة. أنا حتى رديت عليه لما قال هذا الكلام وقلت ترى لا يخرج عن هذا التعريف تعيين وزراء أيضا. وبالتالي احنا نتكلم اللي قاعد يصير حاليا، وأنا أركز على نقطة محددة لأنها أنا أعتقد خطورتها ستمتد إلى ما لا نهاية. واضح أن في هناك أطراف في السلطة كانوا من زمان، يعني بعضهم ما كانوا مع الدستور الأساس يعني، ومع ذلك حاولوا في مختلف الطرق أنه مو بس الحريات العامة بالواردة في القانون يقيدونها، لكن أن يقيدون حتى حرية التعبير داخل مجلس الأمة. لذلك لما حول مجلس الأمة الحل غير الدستور اللي أول مرة سنة 76 وتكلموا عن تعيين لجنة النظر في تنقيح الدستور، من التعديلات اللي قدمت اللي قدمتها الحكومة طبيعي هم أولا تأخر لغاية سنة 80، يمكن كان توجههم أن يستمرون حتى بدون مجلس، لكن نتيجة الأحداث الإقليمية نتيجة مجيء الخميني يمكن خلاهم يستعجلون. لما عينوا لجنة النظر بتنقيح الدستور سنة 80، من التعديلات اللي قدمت للجنة طبيعي تعديلات عديدة تؤدي في النهاية إلى تحويل الدستور الكويتي إلى أو تؤدي إلى تحويل مجلس الأمة من خلال الدستور الكويتي إلى مجلس استشاري مثل ما هو حاصل الآن. لكن القريب كان أنه من بين هذه التعديلات كان تعديل على المادة 110 من الدستور. هذا التعديل اللي هو ضمانة حق النائب في أن يقول ما يشاء تحت قبة البرلمان في لجانه في لجان المجلس. لكن أضافوا إلى هذا النص نص بالمعنى، أنا مو جايبه بالنص لأني ما طلعته، أنه ولا يسري على ذلك في حالة القذف أو الشتم أو السب. وقف أحد أعضاء لجنة الدستور، هذا الكلام يقول لي هو، أنا بقول المفردة غير المفردة اللي قال لي إياها بس بالمعنى، يقول وقفت قلت لهم أنتم يعني تبون في الحالة هذه إذا المجلس طب يرفضوه. لجنة النظر بتنقيح الدستور رفضت هذا التعديل. الكلام اللي قال الشخص اللي نقل لي اللي هو عضو، مثل ما قلنا ما راح أقول المفردة اللي قالها هو كلام شبيهة، قال معنى ذلك أنتم تبون أعضاء حلوش مخيطة ما يتحكون، لأن كل كلمة يمكن تنقال أن لا هذا سب وبالتالي أنت تحاسب عليه لأن هذا ما هو مشمول في الحصانة. طيب هذا ما صار، ألغي. لما الحكومة قدمت لمجلس الأمة سنة 82 تعديلات لم تجرؤ على أن تقدم هذا التعديل ورفض اللجنة إلى مجلس الأمة. حاولوا أكثر من مرة دون شك في مجلس الأمة أيضا. هذا كلام كله الآن مو عن الحريات العامة الخاصة بالناس الخاصة بالعامة، لا، هم يريدون أن يصل هذا القيد إلى أعضاء مجلس الأمة، وإن كان في كل الأحوال كانت عندهم أغلبية باستثناء مجلس 2012، لكن هم يبون حتى جماعتهم حتى الغبية اللي عندهم حتى الأغلية اللي عندهم يبون أيضا يهددونهم ويصرفون كما يشاؤون. حاولوا في المجال في أكثر من فصل تشريعي من الفصول السابقة، هم أيضا يتقدمون بتعديلات على اللائحة الداخلية تؤدي إلى نفس النمنة، أنه تشكل لجنة قيم، لجنة قيم تصير في الكونغرس الأمريكي وتصير في مجلس العمل البريطاني اللي نعرف شلون تصير انتخاباته مو في الكويت، ما صارت أيضا قدرنا نتصدى لهم ونلقيها. الآن
طب هي أيضا لتقييد الناس أو لمنعهم من الحديث في أي قضية بعد حل مجلس الأمة سنة 86 أيضا صدروا المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 88 المتعلق بسرية المعلومات. طب هذا كله الغرض منه كله إنه إذا وصلتك أي معلومة حول أي فساد في الكويت لا تتكلم فيه وإلا تحاسب. أيضا هذا القانون رقم 6 المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 88 مجلس 92 يعني بعد التحرير أيضا أسقطه. الآن في الحالتين جايينهم بشكل آخر. المشروع قانون أنا قرأت عنه في الصحف لكن طبيعي ما قرأتها بالكامل لأن الظاهر ما أرسل، لكن قرأت بعض ما نشر عن تفاصيله. ظاهره يقولون فيه أنه والله هذا مشروع قانون بالحق في الوصول للمعلومة. مضمونة أن الحكومة من حقها مو أنه فقط المعلومات اللي تنص عليها القوانين باعتبارها سرية حاليا هي ما عندنا، لكن حتى القرار اللي قرارها اللي يتخذ تفريط التشريع في الحالة هذه اللي يتخذ مجلس الوزراء بعرض أي وزير من الوزراء إذا قال هذا الأمر سري اسمه سري وانت حدث فيه، يعني مثلا قالوا أنه والله كل ما يتعلق فيما ينشر ديوان المحاسبة المخالفات السرية وأن هذا منشور أنت حدث فيها تقارير ديوان المحاسبة نعرف شارد فيها أنت حدث فيها اعتبرتها سرية وبالتالي يمكن أن تحاسب عليها وحتى في المجلس. نعم في المجلس لا. أي لا المجلس أيضا شغلة ثانية. لما فشلت قضية التعديل على المادة 110 وفشلوا في إمكانية تقديم تعديل على اللائحة الداخلية من خلال إنشاء تأسيس أو إنشاء لجنة قيم من منه يمكن يباشر أعضاء من الناس اللي حولوا إلى النيابة العامة نجي اتهامه بالغض. زين مطروح أمر آخر أيضا ظاهر أيضا واضح أنه مأخوذ من بعض البرلمانات ومأخوذ من بعض الدول الديمقراطية الحقيقية هو الحديث عن مدونة السلوك النيابي. ومن اللي بيحط مدونة السلوك النيابي أو من اللي بيراقبه؟ هم يبون في النهاية سيف وصلت إنك إذا قلت أي كلمة أنت أسأت إلى مدونة السلوك وبالتالي يمكن تحاسب الأغلبية عن ساعات حتى ربعهم ما يبون يتحكم. طبيعي هذا يأتي في أعقاب أيضا كل القوانين اللي اصدرت بالذات في مجلس 2013 القوانين المقيدة للحريات القوانين الحبس بسببها الآن العديد من كل أسف من المغردين أو لوحق العديد من المغردين أو غيرهم أيضا واللي صدرت فيها أحكام بالحبس أو حتى الأحكام ب إذن واضح أن في هناك عناصر الفساد قوى الفساد طواغيت الفساد أنا بتقديري هم يعتقدون أنه سيطروا على الدولة خلاص هم استطاعوا أن يتحكمون في مختلف مفاصل الدولة بيضمنون الآن شيء واحد شيء أساسي أنه يعني هذه اللي كسا طالع لنا واحد متكلم وكسا طالع لنا ليش عندكم الشكل هذه بيسكرون أيضا بنهون مولية بكل أسف القوانين السيئة المقيدة للحريات كلها يمكن تذكر لما العشر قضايا طرحوها لبعض الاخوان اللي كانوا في الاغلبيه وقالوا بينزلوا انتخابات قالوا هذه اول مره تصدر ما تصدر ولا لقضيه واحده من هذه القضايا ولا واحده لا مو بس ولا واحده الان جايين في قضايا اضافيه انا اعتقد ايضا الكارثه احنا تحدثنا الحقيقه بعد سحب الجناسي ايضا في مؤتمر هنا وقلنا انا شخصيا قلت واكد بعض الاخوان اللي كانوا موجودين معنا في الاغلبيه اللي بعضهم حاليا في مجلس الامه أنا أتحداهم إذا يقولون السحب جنسية عبد الله البرغس منذ البداية كانت صحيحة باطلة بطلان مطلق سحب جنسية أحمد اليبر أيضا قلت من البداية السحب هذا باطل وإلى اليوم سحب الجنسية الأخرى أنا أعتقد أيضا في سوء استعمال السلطة يعني بعضها بكل أسف القانون يعطيهم لها
في سوء استعمال للحق الوارد بالقانون. اللي نقرأ اليوم حول عودة بعض الجناسي، أنا طبيعي قريت أربعة غير العشرة اللي انشروهم ما صار فيهم شيء، لكن اللي قريت الأربعة اللي قالوا أنه في مرسوم وحطنا في مرسوم. الأربعة شو يقولوا عنهم؟ يقولون هذول سحب الجناسيهم في السابق وهذه إعادة لهم. وكذلك الكلام هذا قال بعض الأعضاء، خاصة الأعضاء اللي راحوا وهنوا ترى عشان يقولون ترى كان لنا دور. المرسوم اللي أنا قريته اللي ما نشر لكن قريته على الأقل منشوره إنه هو مرسوم يعني. المرسوم يستند إلى آخر قانون صدد في تحديد من يمكن أن يمنح الجنسية الكويتية وفقا للمادة الثالثة من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة اللي هو البدون يعني. منحوا وفقا لذلك. طيب إذا كان هذول مسحوب جنسيهم أنا أعتقد الحكومة هذه ما تشقع تسوي. اللي انسحبت جنسيته انسحبت إما بقرار أو بمرسوم وفقا للنص. إذا أنت أعطيت الجنسية الآن وفقا لقانون الأربعة آلاف، عادة 2000 مرة هذه 4000، فأنت منحت جنسية جديدة باعتبارها بدون قرار السحب قائم إلى اليوم، قائم لم يلغى. الكلام أيضا العشرة الآخرين اللي قالوهم، العشرة على الأقل أنا متأكد من بعض الأسماء اللي وردت وردوا في من يعني وردوا بمراسيم عندي المراسيم طلعتها، وردوا لأنهم مردوا كانوا في تقرير اللي قدمه ثامر جابر الأحمد لما صارت الصحة على سائق وزير الداخلية. إذا هذول أيضا بيمنحون الجنسية وفقا لنفس القانون فأيضا هذه قرارات سحب أو قرارات الإبطال هذه قائمة، وبالتالي أنت واحد تعطي جنسية وبنفس الوقت قرار سحب جنسيته قرار نافذ لم يلقى. الأمر الثالث أنه أحيانا طبيعي اللجنة هذه باطلة، لجنة ما لها أساس. إعادة أي جنسية تسحب بغض النظر إن كان السحب صحيح ولا غلط متى ما سحبت الجنسية وفق المادة 13 أو وفق المادة 14. في المادة 15 النص واضح وصريح، الحق هو لمجلس الوزراء أن يصدر هذه المرسوم. إعادة الجنسية ممكن وفي جناسي أعيدت بعد سحبها بأكثر من 7 أو 8 سنوات وأنا عندي هذه الأسماء بدون إلقاء القرار أو بدون إعادة الجنسية، هذا سيبقى السحب بكل أسف قائم. طبيعي الكارثة الكلام اللي يقولونه عن إمكانية تعديل جنسية بعض من صحبة جناسيهم، خاصة إذا كانت الجنسية بالتأسيس. لا يجوز تعديل الجنسية، القرار على القانون واضح، قرار تسحب في جنسية من حقك أن تعيد الجنسية كما هي، سواء كانت وفق المادة 11 وكانت مادة 21 أو 13 أو 14 أو إذا كان في النساء مثلا مادة 10. اللي قاعد يصير الحقيقة ما له علاقة بالقانون، هو وسيلة اتخذت لممارسة ضغوط ما هي مستحقة، لكن بكل أسف الأخوان في مجلس الأمة استجابوا لها. ومع ذلك نسمع الآن شكر للوزير لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء لا يستحق ولك لا يستحق ولا كلمة شكر. اللي أعيدت لهم الجناسية يستحقون جناسية وما كان يجب أن تسحب، لكن هو ما يستحق ولا كلمة شكر لسبب واحد. أنت الآن إذا شكرته وكأنك تعترف بحقه بالسحب، وكأنك تقبل أيضا بأنك تراجع عن المطالبة الأساسية في أن تخضع قضية السحب الجناسي لسلطان القضاء، وهذا اللي قدموه، هذا بكل أسف ما صار. لذلك أنا أعتقد رسالة يجب أن توجه وتكون واضحة، إجراءات السلطة إجراءات باطلة. كل من سحب جنسيته، لا أتكلم هنا عن الفترة الأخيرة، الفترة اللي صار فيها الحراك السياسي، كل من سحب جنسيهم سحبت لأغراض سياسية وسحبت والإجراء باطل. لا يمكن، ما في أحد عنده سلطة في الحكومة يسحب أي جنسية من الجناس اليوت، سواء عبدالله برغش أو أحمد اليبر، هذول جنسيتهم يعني البرغش جنسيته وفقا للمادة الأولى بالتأسيس
أحمد اليبر جنسيته بصفة أصلية، لأن الجنسية منحت له بعد منح هذا الجنسية، وبالتالي هو اكتسب الجنسية هذا بنص القانون، هو اكتسب الجنسية بحق الدم، وهذا لا يمكن أن تسحب الجنسية إذا كان صار في شيء. هو ما قالوا، ما قالوا أن في الإجراء اللي قالوا عنه فقط استندوا المادة 13. فلذلك أنا أعتقد يعني وضعنا في البلد وضع مو زين. القانونين بالذات اللي جايين، مو القانونين، التوجه لما يسمونه بوضع مدونة للسلوك النيابي، هذه قضية من أخطر ما يكون. وأيضا الأمر الثاني اللي هو محاولة العودة إلى المرسوم بالقانون المتعلق بالمستندات أو القضايا المستندات اللي يسمونها بشكل سري، اللي ألقاها المجلس 92 بأغلبية 35 صوت، ما صوت معاه إلا 5، وأعتقد كانوا كلهم وزراء، كان حضور 40. وبالتالي نشر هذا الإلقاء، نشر الآن يحاولون ردنا عن طريق آخر، لكن بعنوان ثاني، بعنوان حق الوصول إلى المعلومة، حق الناس في الوصول إلى المعلومة. بالمضمون لا، مضمون مختلف تماما حقيقة. أنا الحقيقة لأن تأخر الوقت، يعني أعتقد أكتفي بذلك، نشك في قضايا كثيرة، أنا أعتقد سنعود لها. يعني لا يمكن أنهم ينسونا، لا يمكن طواغيت الفساد اللي يحاولون الآن أو سيطروا بالفعل على البلد أن ينسونا. سنستمر في مواجهتهم، سنستمر في لمواجهة سرقاتهم، ولا يمكن لهؤلاء اللصوص اللي بكل أسف بعضهم سرق البلد أن يترك لهم أن يعملوا ما يشاءون، لكن سنواجههم بقدر ما نستطيع. وأنا أعتقد أيضا مسؤولية الشعب الكويت بإذن الله مواجهتهم. شكرا لكم، وشكرا للإخوان اللي تحدثوا قبل، شكرا للحضور كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.